بطبيعه الحال لازم نعلق على ماتش امبارح. الاهلي حقق فوز مهم جدا على حساب اسوان بنتيجه 3 أهداف نظيفه على استاد اسوان ضمن منافسات الاسبوع ال19 من بطوله الدوري الممتاز. مباراه مثاليه في الاداء وفي النتيجه في ظل ظروف صعبه الحقيقه، سواء يعني ضغط المباريات او النتائج السابقه اللي اكيد زعلتنا كلنا، لكن الحقيقه لعيبه النادي الاهلي استغلوا يعني الحاله اللي كنا عليها لتكون نقطه انطلاق ليهم ويستعيدوا بعدها الانتصارات من جديد. اداء من اللعيبه نقول لهم عليه شكرا جزيلا، نجاح من كولر في تحقيق يعني الهدف المرجو وهو تصدر الدوري. كده احنا وصلنا بالمناسبه للنقطه رقم 40 ونحن على صداره ترتيب الفرق في الدوري في النسخة الحالية. سجل أهداف اللقاء محمود كهربا وأحمد عبد القادر ومجدي أفشة، وكلهم الحقيقة عناصر يعني كانوا عناصر قوة في هذا يعني هذا اللقاء، ولكن كمان ما نقدرش نغفل أبدا الثلاثة أسيست اللي نتج عنهم الثلاث أهداف من المتألق والرائع حسين الشحات، تألق جدا واستعاد مستواه الحقيقي، وطبعا الشناوي هو كمان كان مميز جدا. نقدر نقول إن الأهلي بكل عناصره تألق للغاية وكده هو ماشي على الطريق الصحيح. الأهلي وجمهوره ما يعرفوش غير الانتصارات والفوز فقط لا غير. كلامك مظبوط جدا يا كريم، وامبارح كمان لو احنا تابعنا الاهلي كانوا مسيطرين على الملعب وعلى اللعب في بدايه المباراه، وكان في كمان محاولات كتيره لتسجيل يعني الاهداف، سواء بتتكلم هنا تحديدا عن هدف كهربا اللي اتحسب تسلل ما فيش مشكله، او تصويات كمان ديانجو عبد القادر في بدايه الماتش لغايه تقريبا الدقيقه 35 حاجه زي كده، وبدايه تسجيل بقى الاهداف عندنا ويعني كهربا، وبعد كده عندك عبد القادر، بعد كده قفشه، 3 أهداف اكثر من رائعين حقيقي، يعني حاجه كانت محترمه جدا. كمان رجل المباراه زي ما انت قلت يا كريم حسين الشحات امبارح، يعني اجاد وتالق في التمريرات وصناعه الاهداف، فعلا مستواه كان مميز جدا في الماتش ده، وكان حاطط بصماته كمان يعني بتتكلم لا ثلاثيه رائعه جدا امبارح للاهلي. وعايزين نتكلم بقى عن نقطه مهمه جدا وهي اسوان. الاسوان يمكن من الناحيه الفنيه هو كان ضاغط جدا كمان في الشوط الثاني، لكن انت عندك كان دفاع الاهلي قوي ونجح ان هو كمان يحبط محاولات الوصول لمرمى الشناوي، ده بجانب روعه طبعا اللاعبين اللي اتكلمنا عنها.